بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أعزائي الطلبة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. رأيت أنه قبل أن أدخل في الدرس الأول، درس النهايات، قلت ديروا فيديو هذا مراجعة لمجموعة تعريف دالة دومين دو ديفينيسيون دون فونكسيون، لانه كما شفتوا العام اللي جاز كاين بعض الاسئله يقول لك ادرس نهايه الداله عند حدودها. اي واش يقصد بحدودها؟ يقصد حدود مجموعه تعريف الداله. في بعض التمارين او بعض الاسئله يعطيو لك مثلا مجموعه تعريف، وكاين تمارين وين ما يعطوكش مجموعة تعريف لازم عليك تجبدها. وكاين عندنا عبارات أي دوال وين تكون مجموعة تعريف معقدة، حيث تعتبر مجموعة تعريف من بين المشاكل التي يعاني منها معظم الطلبة. سأحاول بحول الله تطرق لهذه المسألة ابتداء بالشكل البسيط، ثم التمكن شيئا فشيئا من النفاذ الى العمق بسهوله. يعني الامور اللي تكون معقده رايحه ان شاء الله تكون بالنسبه اليك سهله. لا يجب ان يغيب عن ذهنك اننا نتعامل مع عدد متغير هو اف لاكس. هذا العدد يمكن أن يكون على شكل كسر P دو X على Q دو X، أو يمكن أن يكون على شكل جذر P دو X، جذر P دو X، أو يمكن أن يكون على شكل دالة مثلثية مثل مثلا سينوس اكس او كوسينوس اكس، كما راح نشوفوا ان شاء الله في بعض الدروس. راح نشوفوا كذلك الدالة اللوغاريتمية الان اكس كذلك شكل لاحظ متغير، او الدالة الاسية اسية اكس. إذن في كل هذا أي الكسر الجذر الدوال المثلاثية اللوغاريتم الأس، نحن أمام مشكلة أعداد، نحن أمام مشكلة أعداد. لنرى الآن تعريف مجموعة تعريف دالة F هي مجموعة الأعداد الحقيقية التي لها صورة بالدالة F، أي بمعنى آخر هي المجال الذي ينتمي إليه المجهول X حتى تكون الدالة معرفة وغير مستحيلة. كذلك لتعيين مجموعة تعريف دالة معرفة بدستور، نستثني من مجموعة الأعداد الحقيقية R، نستثني من مجموعة أعداد الحقيقية R تلك التي لا يمكن حساب صورها بالدالة F. أي في بعض الحالات نقول مثلا domain de definition DF إيجال أي يساوي R مجموعة الأعداد الحقيقية ما عدا بعض الأعداد أي التي تستثنى. مثال، إذا كان مثلا دستور الدالة F يتضمن مقاما فيه المتغير X، يجب هنا رفض القيم التي تعدم المقام. مثلا لو جينا وقلنا مثلا F لX تساوي 1 على X، هنا نرفض جميع القيم التي تعدم المقام. مثلا في الحالة هذه الصفر ممنوع مستحيل، أي تكون
نقولو مثلا دي اف دي اف دي دومين ديفينيسيون اف داله، يعني هنا نقصدو به مجال تعريف تاع الداله اف. لو قلنا مثلا جيلي اكس، لو قلنا مثلا داله جيلي اكس نقولو دي جي، يعني مجال تعريف تاع جي. نعود نقولو المثال دي اف يساوي ماذا؟ يساوي مجموعة الأعداد الحقيقية ما عدا العدد الصفر، ما عدا العدد صفر، أو بصيغة أخرى نقدروا نكتبوا R. R ماذا؟ R نجمة، R نجمة، أي يساوي R نجمة. أو نقدروا نكتبوا كذلك من ناقص ما لا نهاية حتى الصفر، الصفر ما يدخلش اتحاد منين؟ من الصفر حتى زائد ما لا نهاية. أي مثلا في النهايات نحتاج هذه الكتابة، هي اللي نحتاجها في دراسة النهايات. إذا كان كذلك دستور الدالة F فيه جذرا أو يتضمن جذرا تربيعيا فيه المتغير X، مثلا عندنا نقولوا H لX تساوي جذر X. لاحظ هذه واحد دالة X هي دالة مرجعية، جذر X كذلك دالة مرجعية. هنا واش يقول؟ واش هو الشرط تاعي؟ يجب رفض القيم، نرفضها القيم التي تجعل العبارة تحت الجذر سالبة تماما، يعني القيم السالبة ما تدخلش تحت الجذر. كاين اللي ربما غلط في رأيه ويقول لك والصفر، الصفر يدخل تحت الجذر. قلنا القيم السالبة فقط هي اللي ممنوعة. هنا لو نعطي مثال مجال التعريف تاعها، قلنا هذه h لx تساوي، دونك هنا نديرو واش نكتبو؟ نكتبو دي ل h، دي ل h يساوي ماذا؟ اي القيم السالبة تحت الجذر قلنا ممنوعة، اي من ماذا؟ من الصفر، الصفر داخل هكذا من الصفر الى زائد ما لا نهاية، الى زائد ما لا نهاية، مفهوم؟ صح، الى زائد ما لا نهاية. او تقدر تكتب بعبارة اخرى R بلس، R بلس ماشي R بلس نجمة، R بلس نجمة هذيك يعني الصفر. لاحظ انتبه مليح، هذه R هكذا وبلس وتزيد نجمة هنا، هذه قصدوا بها الصفر ما يدخلش، هذه هكذا من ناحية زائد ما لا نهاية، مثلها مثل مثلا R ناقص R ناقص نجمة إلى آخره. رايحين إن شاء الله ندرس ست حالات، ست حالات حالة بحالة. الحالة الأولى وهي الحالة السهلة، حيث f ل x تساوي p دو x، يعني df يساوي r، أي معرفة على مجموعة الأعداد الحقيقية، حيث هذا p، هذه p p c'est un polynôme، أي كثيرة حد أو كثير حدود من درجة ثالثة، c'est un polynôme du troisième degré، c'est un polynôme. أي كثير حدود من الدرجة الثالثة. نقدروا نكتبوا لهنا دي اف، اي مجال التعريف دي اف يساوي، لاحظ الصيغة كيفاش يكتب، اكس ينتمي الى ار، اي مجموعة اعداد الحقيقية، اي يأخذ كامل قيم الموجودة في هذا المجموعة، بحيث اف لاكس، لاحظ
اف لاكس، يعني هذا هو الشرط. دائما الشرط يجي بعد هذه بحيث ينتمي الى ار، ينتمي الى ار، يعني في هذا في هذه الحاله الاولى ما عندنا حتى مشكل. الحاله الاولى ما عندنا حتى مشكل، مثلا عندنا اف لاكس يساوي اكس اس 3 زائد 2 اكس زائد 1. لاحظ هنا عندنا هذه الداله، داله كثيره حدود، داله كثيره حدود من درجه ثالثه. لاحظ من درجه ثالثه، اي مجال تعريف دي اف يساوي ار، يساوي ار او يساوي، يساوي كذلك بالصيغه الاخرى من ناقص ما لا نهايه حتى زائد ما لا نهايه. عفوا قبيلات قلت لهنا عندما قلت بولينوم كثير حدود قلت من درجه ثالثه سهوا، انا اقصد به الداله اي المثال الذي امامي، اي هذا بي كثير حدود، كثير حدود، كثير حدود. الآن ننتقل للحالة الثانية، كنا شفنا الحالة الأولى وهي أسهل حالة، أي دي اف يساوي ار معرفة على كامل مجموعة الأعداد الحقيقية. وقلنا باش نذكركم أنه هذا الفيديو خاص بالشعب، عندما نقول نكتب اس او نقصد بها سيونس اكسبيريمونتال، علوم تجريبيه، ام ماتيلم رياضيات. كي نكتب امام فيديو نكتب ام تي يحب يقول مات تكنيك، تقني رياضيات. وكي نكتب لكم جي او يحب يقول جيسيون ايكونوميك، شعبة تسيير واقتصاد. شفوا مليح على هذا لأنه كاين فيديوهات خاصين بشعبة تسيير واقتصاد، كاين فيديوهات خاصين ما تكنيك إلى آخره. كي تصيب الفيديو فيه إشارات هذا أفهم أسكو يكون يعنيك ولا لا لا. الآن نشوف الحالة الثانية، لاحظ الحالة الثانية فيها كسر، فيها كسر. اف دو إكس est égal P de X sur Q de X. هذا يعني أنه DF domaine definition X تنتمي إلى R مجموعة الأعداد الحقيقية، بحيث لاحظ الشرط هنا وشنو أنه المقام Q de X يختلف عن الصفر، و P و Q كثيرات حدود. لاحظ هنا الشرط أن المقام يختلف عن الصفر. أنت في مجال التعريف طبق الشروط شرط بشرط، كل حالة احترم شروط تاعها، ممنوعات تاعها. هنا ممنوع يكون، ممنوع يكون المقام يساوي الصفر، عندي كسر خلاص ما نحاولش نفهم. طبق الشرط هذا أنه ممنوع يكون الصفر في المقام، لازمني نجبد أنا القيم اللي تعدم المقام، اللي تكون مستحيلة ما تدخلش مجموعة التعريف، حيث كلنا يعلم أن القسمة على الصفر غير ممكنة أو مستحيلة. هيا أنت مثلا عندك 15 قلم، هل تستطيع توزع 15 قلم على عدد منعدم من الطلبة، يعني لا وجود له؟ معلوم لا نستطيع. أك جبت مثلا جبت جيت في يديك وقلت هيا والله ندير مزية في صحابي نجيب لهم باطة حلوة، وجيت أسيدي الله الله فرحان وكذا، ودخلت تسيب القسمة ما كان والو يصفر،
هنا ما تقدرش تقسم البطاطا تاع الحلوى على عدد منعدم من الزملاء تاعك، ما كاش قسم، ما كاش الناس راحت لديارها وانت جاي فرحان جايب بطاطا حلوى، عاود خرج وديها كلها وحدك. شوفوا الان مثال f de x est égal x plus 1 sur x moins 4. f de x يساوي x زائد 1 على x ناقص 4. في هذا المثال نتبع الشرط، انا الشرط عندي كسر، نتبع الشرط واش قال لي؟ المقام يجب ان يكون يختلف عن الصفر. نعم انا شكون المقام؟ هنا x ناقص 4 هي اللي موجودة في المقام، لازم تكون تختلف عن الصفر. إذن x يختلف عن 4، لازم يكون x يختلف عن 4. أنا نجيب الأربعة حطها هنا في بلاصة x، 4 ناقص 4 صفر، وقلنا باللي المقام ما لازمش يكون فيه الصفر. نجيب d ل f واش يساوي؟ d ل f يساوي كامل مجموعة، أي مجال تعريف يقبل كامل مجموعة الأعداد الحقيقية ما عدا العدد 4 لا عدد 4 لا كاين اللي كتبوا هذه، كاين تصيبهم كاتبينها بهذا الشكل، بهذا الشكل هكذا ما عدا 4. احنا عندنا في الجزائر استعملوا هذا الشكل. يعني هنا واش نقصدوا بها؟ هنا يعني دي لاف يساوي ار، يعني كامل مجموعة الاعداد الحقيقية ما عدا، اي ناقص اللي نقصدوا به ما عدا الاعداد الحقيقية، الاعداد الحقيقية التي تجعل المقام يساوي الصفر، يساوي صفر. عفوا يساوي المقام. نجو ناخذ مثال ثاني. نشوفوا المثال هذا، جي لي اكس تساوي 2 اكس ناقص 3 على اكس مربع زائد اكس ناقص 2 في اكس اس 4 زائد 7. هنا عندي كسر كذلك، هنا الشرط انه المقام يكون يختلف عن الصفر، اي x مربع زائد x ناقص 2 في x أس 4 زائد 7 تكون تختلف عن الصفر، تكون ماذا؟ تختلف عن الصفر. لاحظ معي هذا العبارة x أس 4 زائد 7، نبدأ بهذا العبارة x أس 4 زائد 7. نجو بالنسبة للx أس 4 هذا، x أس 4 أعطي له أي عدد، أعطي له الصفر تبقى 7 وحدها، أعطي له مثلا ناقص، أعطي له عدد من الأعداد السالبة ناقص 3 ناقص، لاحظ الأس زوجي، قلنا الأس زوجي النتيجة تكون بالموجبة، نتيجة تكون موجبة، ناقص 3 في ناقص 3 في، يعني الناقص في الناقص في الناقص في الناقص، تصيب النتيجة موجبة. إذن تعطي له مثلا عدد موجب 3 كيف تصيب النتيجة موجبة، وتزيد له 7. إذن هذه العبارة تكون
دائما أكبر من صفر مهما كانت الأعداد الحقيقية اللي مديتها. انتبه مليح هذه العبارات راح تتلاقى بهم، هذا النوع تاع العبارات. زائد كان زائد هنا وكان هنا الأس، لاحظ مليح أس زوجي ماشي فردي، انتبه مليح. يعني هنا واش نكتبوا قبلها، نقولوا مهما كانت اكس كي سوا اكس ابارتونون ا ار، اي مهما كانت اكس تنتمي الى الاعداد الحقيقيه، اي كي سوا اكس ابارتونون او نومبر ريال. متفاهمين في هذه؟ اذا هذه تهنينا منها، ما عندناش مشكل تكون دائما اكبر من الصفر. قلنا ولو مدينا لها العدد صفر نصيبه سبعة، اذا هذا العبارة دائما اكبر من صفر، اي رد بالك من هذه العبارات، انتبه مليح انا زائد والاس يكون زوجي مش فردي. نرجعوا للعبارة هذه، المشكل راهو في العبارة هذه، المشكل وراه راهو في العبارة تاع اكس مربع زائد اكس ناقص اثنين. هذه باش نعرفوا وقتاش لازم، وقتاش تكون تختلف عن الصفر، لازم نجبدوا الجذور اللي يكونوا ممنوعين في مجال التعريف. وباش نجبدوا هذه الجذور واش نستعمل؟ نستعمل المميز، نستعمل المميز دالتا، ان شاء الله ما تكونوش نسيتوه. اذا رايحين كما قلت نشوفوا العبارة هذه اللي هي اكس مربع زائد اكس ناقص اثنان لازم تكون تختلف عن الصفر. قلنا نجو نديرو المميز دالتا، واش يساوي؟ هاي هتفكروا، هيا كتبوا قدامكم قبل ما نكتبها باش تشوفوا لا نسيتوا ولا لا هذه ما لازمش تنساها. ب مربع ناقص ربعة أسي، ب مربع ناقص ماذا؟ أربعة أسي. ونجي نحسب، أحسب المميز مثلا سيدي دالتا تساوي ماذا؟ دالتا تساوي ب مربع، ب مربع هنا عندنا واحد، واحد مربع ناقص أربعة في أ، أ هنايا راهو واحد مضروبة في السي، السي اللي هي ناقص اثنان، ناقص اثنان. واش نصيبوها تساوي؟ تساوي واحد مربع ولا واحد كيف كيف، واحد ناقص، نبدأ بعملية الضرب، ربعة في الواحد ناقص ربعة ناقص ربعة في الناقص اثنين، نصيبوها صافي دير نصيبوها ناقص ربعة في الناقص اثنين زائد ثمانية، زائد ثمانية تساوي ماذا؟ تساوي تسعة. إذن اللي همني هنايا أنه صوت دالتا أكبر من الصفر، إذن لها صيبو هنا جذرين. صح، كيف استحسب بالجذور هذا؟ إكس واحد يساوي ماذا؟ ناقص بي ناقص جذر دلتا، ناقص جذر دلتا على ماذا؟ على اثنين أ، على اثنين أ، على اثنين أ. وعندنا كذلك إكس اثنين يساوي، هذو احفظهم، بي ناقص بي زائد جذر دلتا على ماذا؟ على اثنين أ. انتبه معايا، نجو نحسبو إكس واحد، إكس واحد تساوي ماذا؟ تساوي ناقص بي، البي قلنا هي واحد، وناقص بي يحب يقول ناقص واحد، ناقص جذر دلتا، دلتا صرنا يساوي تسعة، ناقص جذر تسعة على اثنين في أ، الأ واحد، هاك اكتب، لاحظ معايا مليح، تساوي ماذا؟ ناقص واحد
ناقص جذر الدالطة، جذر الدالطة اللي هو ناقص ثلاثة، أي جذر تسعة عفوا اللي هو ثلاثة ناقص ثلاثة، ناقص واحد وناقص ثلاثة تولي لنا ناقص أربعة على اثنان، ومنه تصبح تساوي ناقص اثنان. إذن عندنا الجذر الأول اللي هو إكس واحد يساوي ناقص اثنان، لازم يكون يختلف عن ناقص اثنان، هذه اللي راني نحوس عليها. نحسب إكس اثنين تساوي كيف كيف ناقص واحد زائد، في مكان الناقص دير زائد فقط، زائد جذر تسعة على اثنين في واحد تساوي لهنا تولي لنا ناقص واحد زائد ثلاثة، أي تولي ناقص واحد زائد ثلاثة تولي زائد اثنين، أي اثنان على اثنان، ومنه نصيب واحد، ومنه نصيب ماذا؟ نصيب واحد. هنا كيف كيف هنا يولي عندنا إكس اثنين لازم يكون يختلف عن ماذا؟ عن الواحد. هاي الطريقة اللي تابعتها، عندنا إكس مربع زائد إكس ناقص اثنين واش تساوي؟ تساوي إكس ناقص واحد في إكس زائد اثنان، أي تختلف عن صفر، تختلف عن صفر. تقول لي لماذا ناقص واحد وناقص اثنين؟ لأنه الجذور صبناهم إكس تختلف عن الواحد، وإكس تختلف عن ناقص اثنان، لأن الواحد هذاك ناقص واحد راح ملهيه، ولا واحد وهذه راحت ملهيك ولات ناقص اثنان. نستنتج هنا أن المجال، مجال التعريف ديلي اف يساوي ار ما عدا الناقص اثنان والواحد، ما عدا الناقص اثنان والواحد. شوفوا مثال آخر، f لx تساوي واحد على مثلا x زائد ثلاثة في x ناقص خمسة، في x ناقص خمسة. هذا الدالة تكون معرفة، لاحظ في المقام لازم يكون يختلف عن صفر، أي x زائد ثلاثة تختلف عن صفر، هذا يعني أنه إكس تختلف عن ناقص ثلاثة، وعندنا كذلك إكس ناقص خمسة تختلف عن صفر، هذا يعني أنه إكس تختلف عن ماذا؟ عن الخمسة. إذن هذا المجال تعريف سهل، هذا دي لإف يساوي ماذا؟ يساوي مجموعة الأعداد الحقيقية ما عدا ناقص ثلاثة والخمسة، الناقص ثلاثة والخمسة. زيدوا نشوفوا مثال آخر، مثلا زي دي إكس تساوي خمسة إكس زائد واحد على إكس مربع زائد خمسة، إكس مربع زائد خمسة. هنا لازم المقام يكون يختلف عن صفر. لاحظ انا عندي اكس مربع، اكس مربع زائد خمسة، اي قيمة تعطيها الاكس مربع تكون موجبة، تعطي لها قيمة سالبة تكون موجبة، تعطي لها قيمة موجبة، يعني هنا هذا المقام دائما موجب، يعني اكس مربع زائد خمسة دائما موجب. هنا مجال التعريف راح يكون دي لاف يساوي ار، ما عنديش مشكل في المقام، عنديش مشكل في المقام. زيد نشوف مثال اخر، اش لإكس يساوي إكس زائد خمسة على إكس مربع ناقص خمسة وعشرين. انتبه لهنا، هنا عندك ريال الشكل متطابقة شهيرة، ا وكاري و ب أوكاري، واش يساوي هذا؟ يساوي أ و ب بار أ
plus b إذن x مربع ناقص 25 تساوي x موينس 5 بار x بلوس 5 بار x بلوس 5 ولازم تكون تختلف عن الصفر. ومنه لاحظ لازم تكون تختلف عن الصفر ومنه هنا في الحالة هذه هنا x تختلف عن 5 أو وهنا x تختلف عن ناقص 5. مجال التعريف راح يكون d لh يساوي r لاحظ r ما عدا ناقص 5 والخمسة بكل سهولة. نزيد ونشوفوا مثال آخر ك دو إكس عفوا يساوي ماذا؟ يساوي 3 إكس زائد 1 على إكس مربع ناقص 7 ناقص 7. لاحظ هنا قلنا إكس مربع ناقص 7 هذه ما تقدرش تكون على الشكل أو كاري مو بيو كاري لأن 7 قدروش خرجوه من تحت الجذر. إذن لهنا في الحالة هذه إكس مربع ناقص 7 لازم تكون تختلف عن الصفر، لازم تكون تختلف عن الصفر. ومنه إكس تكون تختلف عن جذر 7، جذر 7 وإكس تختلف عن ناقص جذر 7، عن ناقص جذر 7، ناقص جذر 7 وليس جذر ناقص 7، من ناقص 7 ما كاش داخل الجذر. إذن هنا دي لك يساوي R مجموعة الأعداد الحقيقية ما عدا قلنا ناقص جذر 7 وجذر 7. كاين بعض الحالات، في حالة ما إذا حسبت المميز وصبت المميز دلتا أقل من الصفر، أي قلنا عندما يكون دلتا يساوي الصفر هنا عنده حل مضاعف. دلتا أكبر من الصفر عنده حلين، دلتا أقل من الصفر المعادلة لهنا ليس لها حل، ليس لها حل، انتبه مليح لها معادلة ليس لها حل. هنا دي لإف يساوي R يقبل كامل مجموعة الأعداد الحقيقية. الآن ننتقل إلى الحالة الثالثة. الحالة أي في هذه الحالة عبارة جبري أو كثير الحدود موجود تحت الجذر، كثير الحدود موجود تحت الجذر. f لx يساوي جذر p لx، أي الشرط أنه p لx يكون أكبر أو يساوي الصفر، ما لازمش تكون أعداد سالبة تحت الجذر، أي يشترط أن يكون ما بداخل الجذر أكبر من أو يساوي الصفر. شوفوا مثال، مثال عفوا f لx تساوي جذر x ناقص 3. لاحظ هنا لازم x ناقص 3 تكون أكبر أو تساوي الصفر، أي x تكون أكبر من 3، لازم تكون x أكبر من 3، أي d ل f تقدر تقول هي مجموعة حلول المتراجحة p ل x، مجموعة حلول متراجحة p ل x. في هذه الحالة لاحظ أن d ل f تساوي ماذا؟ أي من 3 داخل مجال مغلوق حتى زائد ما لا نهاية. لاحظ لأنه قلنا x تكون أكبر أو يساوي من 3، شو نشوفوا سيدي نعطولها قيمة أقل من 3،
كنا طول مثلا لهنا اثنان ناقص ثلاثة راح نصيبو ناقص واحد، يعني نصيبو قيمة سالبة تحت الجذر وهذا غير مسموح. نطولها أربعة، أربعة ناقص ثلاثة نصيبو جذر واحد وهذا مسموح، إذن لازم تأخذ قيم أكبر من ثلاثة. نزيدو نشوفو مثال آخر، نزيدو نشوفو مثال آخر. مثلا جي لإكس تساوي جذر ناقص إكس زائد خمسة. لاحظ هنا بكل سهولة طبق غير قانون، طبق شروط اللي قالك عليها. هاي هنا عندك ما بداخل الجذر ناقص إكس زائد خمسة لازم يكون أكبر أو يساوي الصفر. هذا مكان هنا يلاحظ أنه تولي عندنا ناقص، تبقى مليح لهنا أكبر أو يساوي ناقص خمسة، ومنه إكس لكن ناقص واحد، تبقى تنقلب هنا، هذه تنقلب تولي ناقص خمسة، هذا ناقص واحد، تبقى مليح ناقص هذا يقلب المتباين، يقلبها أي أصبح عندنا إكس أقل أو يساوي من خمسة، لأن الناقص عن الناقص تعطينا عدد سالب. هاك تباه مليح لهنا، أي تباه ناقص هذا أن كاين ناقص واحد يقلب المتباينة، يقلبها. إذن مجال التعريف كيفاش راح يكون؟ دي لجي واش يساوي؟ مادام أو يقول لك الشرط أنه إكس لازم تأخذ قيم أقل أو يساوي خمسة، خذ قيم ما سيدي فوق الخمسة، أعطي لها مثلا ستة دخل، ويكون في علمك باللي الدالة عبارة عن آلة، لا فونكسيون إلي كوم أون ماشين، أي آلة مصنع. دخل هنا مثلا تعطي لها سوابق، هنا تخرج لك صور لهنا، تخرج لك صور لهنا. نعطو مثال، يعني نعتبروها اون ماشين، دخل سوابق منا يخرجوا صور لهنا. مثلا كيما لهنا قال لك ما لازمش تكون اعداد اكبر من خمسة، او بيان خمسة او اقل. نجو نديرو اسيدي جي لي صفر، واش تساوي؟ تساوي جذر ناقص الصفر زائد الخمسة، أصبح لنا الجذر خمسة، هذه مقبولة. نجو نديرو مثلا خمسة، أي جي لي خمسة، واش تولي؟ تولي لنا جذر ناقص خمسة زائد خمسة، ومنه جذر الصفر، وهذا مقبول. أما إلى إذا خذينا قيم أكثر، لاحظ دخل لهنا سابقة تخرج هنا عدد، كل مصنع تشبهها بالمصنع، أعطيناها قيم أكبر من الخمسة، جي لي ستة، واش تساوي؟ تساوي جذر ناقص ستة زائد خمسة، ومنه جذر ناقص واحد، وهذا غير مسموح، هذا غير مسموح به. ننتقل إلى مثال، عندنا مثلا نأخذ المثال هذا أش، عفوا أش إكس يساوي جذر مثلا ثلاثة إكس ناقص اثنان في ناقص اثنان اكس زائد اربعة. لاحظ ما بداخل الجذر لازم يكون اكبر او يساوي الصفر، اي ثلاثة اكس ناقص اثنان في اثنان ناقص عفوا ناقص اثنان اكس زائد اربعة لازم تكون اكبر او تساوي الصفر.
هنا عندنا المشكل في هذه ومشكل في هذه، للزوج عندنا مشكل فيهم. إذا روح ننشأ جدول إشارة، روح ننشأ ماذا؟ جدول إشارة، طابلو دو سيني، طابلو دو سيني، طابلو دو سين. انتبه، خرج الاشارات هذو لهنا، خرج الجذور تاعهم. عندي ثلاثة اكس ناقص اثنان تساوي الصفر، هذا يعني انه اكس تساوي ماذا؟ تساوي اثنين على ثلاثة، هذه واحدة. عندنا ناقص اثنان اكس زائد أربعة تساوي صفر، هذا يعني أنه ماذا؟ أنه إكس تساوي ناقص أربعة على ناقص اثنان أي تساوي اثنان، هذه وحدة، هذه ثانية. نجي نرسم الجدول. بعد ما رسمت الجدول نعمر، عندي إكس وعندي ثلاثة إكس ناقص اثنان وعندي ناقص 2x زائد 4، ونحط العبارة اللي تحت الجذر اللي من بعد ناقص 2x زائد 4، هنا ناقص ما لا نهاية زائد ما لا نهاية، ونحط الجذور لهنا اللي وسطهم 2 على 3 و 2. 2 على 3 هذه تعدم العبارة هذه، أي كي تكون هذه تساوي صفر تنضرب في هذه تسيبها عبارة صفر، هذه تعدم العبارة هذه كيف كيف، هنا نصيبه صفر. الإشارة ألف موجب عكس إشارة أ، أنا قلت لك ألف أ، أ موجب، إشارة أ عكس إشارة أ، أ سالب بلس بلس موا، موا مع البلس تعطينا موا، بلس مع البلس بلس، بلس مع الموا موا. والشرطة واش قلنا؟ قلنا بلي هذه ثلاثة، لاحظ ثلاثة إكس ناقص اثنان في ناقص اثنين اكس زائد اربعة لازم تكون اكبر او تساوي الصفر، وهنا وين راهي اكبر او تساوي الصفر؟ هنا راهي هنا المجال هذا، اي راهي في المجال بين، لاحظ بين اثنين على ثلاثة، اثنين على ثلاثة دخل، حتى الوين حتى اثنين كذلك دخلة. إذا نكتبوا مجال تعريف، لاحظ كي درنا الجدول بانت أمور، ونكتب مجال تعريف تاعي بكل سهولة، أي دي لي أش تساوي اثنين على ثلاثة، لاحظ وهنا اثنان. شوفوا مثال آخر، مثلا بي لإكس تساوي جذر إكس مربع زائد أربعة إكس زائد أربعة زائد أربعة. لاحظ هنا عندما تحسب المميز دلتا تصيبه يساوي الصفر، لا يساوي الصفر، ومنه راح تصيب حل مضاعف اي اكس، حل مضاعف اكس تصيبه يساوي ناقص اثنان، تصيبه يساوي ناقص اثنان. اذا لهنا اكس مربع زائد اربعة اكس زائد اربعة، كان اللي يقول لي هذه كيف، عاود ارجع للعام الماضي دلتا، حسب دلتا مميز كي تصيبها الصفر عندها حل مضاعف تساوي، هنا في هذه الحالات واللي عندنا اكس انها
ناقص 2 يجي منا زائد 2 حلا مضاعف هاوليك. ها إذن هذا العبارة الآن أي عدد يكون سالب ولا موجب داخل هذا القوس اللي عنده أس 2 لنا أس زوجي راح يكون موجب، تصيبه موجب، ولذا دي لي بي دي لي بي تكون تساوي ار، تكون تساوي ار. نزيدو نشوفو مثال آخر. مثلا اكس تساوي كي دو اكس ايتيكال راسين دو فالور ابسولي دو اكس بلس 4، اي كي دو اكس يساوي جذر قيمة المطلقة اكس زائد 4. ربما كان اللي فيكم عندما يشوف هذا القيمة المطلقة ينزعج من القيمة المطلقة، عنده مشكل مع القيمة المطلقة. بإذن الله رايح نحيلك المشكل هذاك، رايح نديلكم فيديو حول الله مراجعة القيمة المطلقة من الصفر، نبداو من الصفر، فيديو خاص بالقيمة المطلقة، لأننا في آخر درس النهايات رايح ندلكم بعض الأمثلة على الدوال اللي فيها، أي نهاية الدوال اللي فيها القيمة المطلقة. كما نعرف أن مثلا القيمة المطلقة تاع ناقص 3 نسيبوها 3، أي موجب القيمة المطلقة تاع 3 تساوي 3، أي هنا القيمة المطلقة تكون دائما موجبة، القيمة المطلقة تكون دائما هنا موجبة. لذلك نكتب دي لي كيو ايتيكال ار دي نومبر لونسومبل دي نومبر ريال، اي مجموعة الاعداد الحقيقية. انا نشوف اخر مثال في الحالة الثالثة هذه، اف لإكس يساوي جذر، سمحوا لي إذا كنت كثرت عليكم بالأمثلة لأني نحب نجيب كامل الحالات، يعني كامل الحالات الممكنة في مجموعة التعريف، ورايحين إن شاء الله في حل التمارين رايحين نتطرق لبعض مجموعات التعريف معقدة. أنت هذا القواعد هذا الحالات الستة يحلوا لك كامل باقي كامل مجموعة التعريف اللي جايين ينحل، سواء في الدالة اللوغاريتمية أو الأسية إلى آخره إن شاء الله. لهنا وشنو هو الشرط؟ كما العادة إكس في إكس زائد 1 لازم تكون أكبر أو يساوي الصفر. عندي مشكل في كلتا الحالات في الإكس وفي الإكس زائد 1، عبارة إكس مضروبة في إكس زائد 1. نجي ننشأ الجدول، بعد ما نشأت الجدول نملأ نعمر الجدول تاعي اكس بعد اكس زائد 1 اكس في اكس زائد 1، عندي ناقص ما لا نهاية زائد ما لا نهاية. انا نشوف الجذور اللي انا عندي هنا الاكس تساوي الصفر، وعندي الاكس زائد 1 يساوي الصفر، يعطينا اكس يساوي ناقص 1. نجي نحط هنا ناقص 1 والصفر. عندي هذه الصفر يعدم هذه هنا، ثم هنا ناقص 1 يعدم هذه، يعطينا قيمة مضروبة هنا. إذا لهنا عكس إشارة أ، أ موجب حظ، عكس إشارة أ موا والموا تعطينا بلوس، موا والبلوس موا، بلوس والبلوس يعطينا بلوس. هنا واش قالوا لنا؟ لازم هذه العبارة تكون أكبر أو تساوي الصفر، أي تكون موجبة. وين تتحقق عندي؟ تحقق هنا في المجال هذا
في المجال هذا، أي تتحقق في المجال من ناقص ما لا نهاية حتى ناقص واحد، يدخل واحد داخل، وهنا من الصفر حتى زائد ما لا نهاية. لاحظ كيفاش درت أنا، تبع خطوات اللي درتهم أنا بسهولة وتزود مجال التعريف تاعك. لاحظ شو واش قال لي الشرط، قال لي أكبر أو يساوي الصفر لازم تكون موجبة. درت الجدول تاعي، الشرط تاعنا موجبة، وأنا موجبة هم المجالين. الآن نكتب مجال التعريف بكل سهولة، هاي دي لي إف يساوي منين، من ناقص ما لا نهاية ناقص واحد اتحاد، لاحظ من الصفر حتى زائد ما لا نهاية. الآن ننتقل إلى الحالة الرابعة، انتبه معي في الحالة الرابعة. لاحظ في المقام واش عندي، عندي مشكلتين، ما لازمش يكون المقام معدوم، وثاني ما لازمش يكون عدد سالب تحت الجذر. هنا صبنا روحنا امام مشكلتين، قل لك اف دو اكس يساوي بي دو اكس جذر كي دو اكس، اي مجال التعريف دومين ديفينيسيون اكس تنتمي الى مجموعه الاعداد الحقيقيه، كي دو اكس اي الشرط انه كي دو اكس هنا لاحظ ماشي اكبر او يساوي الصفر. لاحظ هنا في الحقيقه كاين شرطين، لماذا ما درناش كي دو اكس اكبر او يساوي الصفر؟ لانها تحت الجذر، وكذلك لانها موجوده في المقام. فهمتني واش راني حاب نقصد؟ صح. شوفوا مثال، مثال عندنا مثلا اف لإكس يساوي اكس مربع على جذر اكس ناقص 3. صح، انتبه معايا لهنا في المثال هذا. هنا ما بداخل الجذر لا يجب أن يكون أكبر من أو يساوي الصفر، يعني هنا نصيب روحنا أمام حالتين، عندنا دي لي إف، لاحظ انتبه، يساوي ماذا؟ لما إكس ينتمي إلى مجموعة الأعداد الحقيقية آر، بحيث نكتب الشرطين، بحيث إكس ناقص ثلاثة تكون أكبر أو يساوي الصفر، و إكس ناقص ثلاثة تكون تختلف عن الصفر. يعني لاحظ عندي هنا شرطين، الشرط الأول تحت الجذر، والشرط الثاني في المقام. إذن في الحالة هذه أتبقى مليح نكتب ديل إف يساوي إكس ينتمي إلى R، بحيث X ناقص ثلاثة يكون أكبر تماما من الصفر. هذه أكبر أو يساوي مع لا تساوي الصفر تصبح أكبر تماما من الصفر. ومنه نستطيع كذلك كتابة هكذا، أي X ينتمي إلى R، بحيث إكس لاحظ تكون أكبر تماما من، لاحظ أنه إكس تكون، بحيث إكس تكون أكبر تماما من ثلاثة، أي دي دي لي إف لاحظ دي لي إف تساوي، أي يساوي من ثلاثة ما هيش داخلة، قلنا أكبر تماما يعني ثلاثة لا ما تدخلش، حتى زائد ما لا نهاية.
الآن ننتقل إلى الحالة الخامسة. الآن نشوف الحالة الخامسة. لاحظ في الحالة الخامسة هنا كاين شروط. لاحظ البسط كاين جذر، في المقام كاين جذر، في نفس الوقت ما لازمش يكون يساوي صفر، أي f دو x يساوي جذر p دو x على جذر q دو x. واش هي الشروط في مجال التعريف؟ لازم p دو x كثير الحدود اللي راه موجود في البسط راه تحت الجذر يكون أكبر أو يساوي الصفر. أما كما شفنا في المثال السابق في الحالة الرابعة، q دو x راهو في المقام لازم يكون أكبر أو يساوي الصفر في نفس الوقت، ويختلف عن الصفر، وهذا يعطينا النتيجة لازم يكون أكبر تماما من الصفر. نشوفوا مثال كما تعودنا سيدي، ندو مثال. عندنا مثلا سيدي، عندنا الصبر، عندنا اش دو اكس يساوي مثلا اكس زائد 4 على جذر اكس ناقص 1. صح. هنا الشروط واش هي؟ عندنا ديلي اش يساوي اكس تمي الى ار، بحيث اكس زائد 4 تكون اكبر او تساوي الصفر. لاحظ نفس الشروط اللي هنا حطوها له، تبع طريقه، و اكس ناقص 1 تكون اكبر تماما من الصفر. هذه هي الشروط. صح. اي تساوي دائما اكس ينتمي الى ار، لاحظ، بحيث اكس تكون أكبر أو يساوي ناقص 4، وهذه جات منا كي ندو هذا الربع منا تولي إكس أكبر أو يساوي ناقص 4، وهنا إكس أكبر تماما من الواحد. هام الشروط اللي عندي. عندنا الآن نشوفو مجال التعريف. مجال التعريف دي اش، لاحظ معي دي اش يساوي 1 حتى زائد ما لا نهاية. والآن ننتقل إلى الآن نشوف الحالة الأخيرة اللي هي الحالة السادسة. اف لي اكس يساوي جذر بي لي اكس على كي لي اكس. لاحظ أن هنا الكسر كامل موجود تحت الجذر. هنا عندنا شرطين، لازم يكون الكسر أكبر أو يساوي الصفر، كي لي اكس تختلف عن صفر. عندنا المثال لأمامي الآن، اف لإكس تساوي اكس زائد 7 جذر اكس زائد 7 على ناقص اكس زائد 16. هذه الدالة تكون معرفة إلا إذا كان اكس زائد 7 على ناقص اكس زائد 16 أكبر أو يساوي صفر، وناقص اكس زائد 16 تكون تختلف عن صفر. نجي الآن وننشئ جدول. بعد ما أنشأنا الجدول وملأته كما راك تشوف، جي نحوس على الجذور. هنا عندنا لهنا عندي إكس زائد 7، إكس زائد 7، إكس زائد 7 يساوي صفر، من إكس تساوي ناقص 7، وناقص إكس زائد 16 تساوي صفر، أي ناقص إكس تساوي ناقص 16، ناقص 1 أي إكس تساوي ناقص 16 على ناقص 1 تعطينا 16. إذن لاحظ معي، هنا عندي ناقص 7 وهنا عندي ماذا؟ عندي 16. صح. هنا هذا يعدم هذا العبارة، مادام هذا صفر على هذه، صفر على هذه،
عطينا هنا صفر. هذا 16 يعدم العبارة هذه. هنا ممنوع، ممنوع يكون لأنه عبارة موجودة وين؟ موجودة في المقام. الآن ندير الإشارات أ موجب عكس إشارة أ. إشارة أ، إشارة أ. أ سالب عكس إشارة أ. عكس إشارة أ. كيف كيف؟ إشارة أ. ناقص مع زائد ناقص، زائد مع زائد زائد، زائد مع ناقص ناقص. أي لهنا واشنو هو الشرط؟ لازم تكون هذه العبارة تكون أكبر أو تساوي الصفر، أي إكس زائد، أي هذه العبارة تكون أكبر أو تساوي الصفر. وين راهي أكبر أو تساوي الصفر؟ واش من مجال؟ هنا راهي أكبر أو تساوي الصفر، أي في المجال هذا من ناقص ناقص سبعة يصبح عندي مجال تعريف ديري اف يساوي ناقص سبعة حتى 16. الآن أعزائي طلبة قد انتهينا من هذا الفيديو، إلى أن نلتقي في الفيديو المقبل بحول الله، وندير كذلك مراجعة حول النهايات. أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.